كنت مسافرة لكندا، هناك رحت المدرسة وتعلمت لغة وعندي أصدقاء، وأمي قالت لي إن لا بكندا لازم تدرسين، بس أنا لعبت مع أصدقائي شوية. وأنا بكندا شفت كل أعمال إنجي، بس شفت اليوم راحوا الجدة وخلوني. اشتقت لإنجي، اشتقت لأصدقائي، وأنا مرة متحمسة إني أشوف أصدقائي الجدد. باي، بروح ألبس وأتجهز. بعد الأربع أشهر هذه، الأربع أشهر أكيد 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 بقمها بقمها.